هذا اليوم المبارك سجل القوات الجوية الملكية السعودية شكرها لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولسمو سيدي ولي العهد ولسمو سيدي ولي العهد على انضمام منظومة طائرات F-15SA، والتي تعتبر من الطائرات القتالية الحديثة وتتميز بقدراتها القتالية العالية وما تمتلكه من تقنيات متقدمة لا توجد في مثيلاتها من الطائرات العالمية الأخرى. وبانضمامها للقوات الجوية الملكية السعودية أضافت قدرات قتالية عالية من ناحية حمولات الأسلحة ذات القدرات الفائقة للوصول لعمق أراضي العدو، والتي بدورها سوف تحقق أفضل النتائج في تحقيق المهام. مما لا شك فيه أن طائرات F-15SA ستضفي للقوات الجوية قدرات عالية جداً في جميع المجالات. إن القوات الجوية الملكية السعودية من خلال هيئة عمليات القوات الجوية تعير الاهتمام بتأهيل الأطقم الجوية ذات الخبرة القتالية المكتسبة سابقاً وحالياً. ضمنت هذه الاتفاقية تنفيذ برنامج التحديث لعدد 70 طائرة وتصنيع الأجنحة وقمرة القيادة والأجزاء الرئيسية للمنظومة ذات التقنية العالية